الله عليك وراي وراي ها 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 بتلعب علي ها انا اوريك لا اله الا الله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم مطالع عليك هبلتني تعال وش هالسالفة يا ربي وش عندهم بعد ابراهيم خذ النبيطة وراح يتعلم الصيد في عشة الحمام لا حول ولا قوة الا بالله الله يعين ولدي على هالشيطاني اذكر رشيد يوم انها صغير هادي وش حليلة يعني وش قصدك يا خالتي انه ولدي يتعلم الشيطانة من الحلتيت اذكر اخوك زيد يوم انها صغير ما خلى احد الا فالقة انا ادري يا خالتي ادري انك جايبه هالمصادر هذه من هالحويرش حويرشيه كان في صغرته موسم اهل الديره بالحصى اللي فالق راسه ومطرقه واللي فلقتين ومطرقه وشقال عليهم يعني وش تبينا يسوي تبين الناس تقول له شيء ويسكت عنها الحمد لله ان ولدي ماخذ الشهامه من خاله قوي وهو هو قوي اذا هذا اعقلنا عز الله افلحنا حسبي الله حسبي الله عليك انت ولدك ويا مال البرابلم البرابلم المشكلة بالانجليزي عشان تفهم يا مال الضارب الظاهر ان ولدك ذا ما رضع من شيخه راضع من جنية يا ابن الحلال الا ان يا الآل حوير الشحليلي انا يوم صغير والله ان ملح وقبله ما اسحبه الا الحلتيت بالشطانة الحلتيت ساحبينه بالوسامة بالجمال جاذبينه بالعقل اما الشطانة تاركين هالكم يا مال الطاق بس لعاد تقولها كلمة طاعون لعاد تقولها احفظوها اهل الديرة واحفظوها البزارين ما عاد ابي اسمعها على طرف لسانك تفهم ولا لا ولا تراها ابسحب شيخة وارفع عليك قضية عدم تكافؤ في النسب يا بارك الله فيك بعدني مقايلها يا اخوي الزقت في لساني ما ادري ايش اسوي بها الدعوة فيها سحبة شيخة لا فكر الله يرحم لي والديك الا شخشوخة عمري وقلبي إلا ورا ما يشوف أبو حمد جنه عنده بخصة في البزارين يشوف له دبرة دائما عاشر للبزارين يشوف له حل أبو حمد خلاص تقاعد وفك راسه وريح راسه من هالبزارين وأبشرك ما عاد صار يتكلم لغة عربية فصحى صار يحكي مثلنا ولا عاد يقول بالتالي طيب يا أخوي وش أسوي بذا الولد ولدك ذا ما هنا إلا حل واحد تربطه في سلسلة طولها نص كيلو وتخليه يرعى في ذا الديرة وليه من احتجناه سحبنا ما بلا كذا الظاهر ما هنا الا كذا مساكم الله بالخير يا شباب مساك الله بالخير يا حليل عيال هالديره اخير من ولد اللي ما تسنه ابراهيم 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 انت تعال الله ما خليك علي الله ما خليك علي وينه يا ولد حسبي الله عليك ولد هبطني حسبي الله هذا الولد شقبي بعدي بعدي بولدي حلتيت مو هو مثل عيال بعض الناس حال محل ابوه في الدكان يا بعد آل حلتيت كلهم ايه هذا حال انا ولازم اهتم به اقول يا تاجر الجفره رح 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 بس ما كل نص حلاوه البقاله هلا تعال عبس شويش على ولدي بشويش المهم خل امك تسوي لنا قهوه ها ايه بعد ايش تبون قهوتكم كافي ولا تركش انقلع انقلع ما خربها أبوه إلا من كثر البربرة وكثر على داعي
يوم انقلوا سليمان الجفره للديره. اي والله مو بنت الحاله، كل اهل الديره مستانسين يسلفهم ومخلصين امورهم. ابراهيم ابوي، ابراهيم ولدي، شعلان بسم الله عليك ايش فيك؟ مالك حضور بيت طقوني. طقوه؟ طقين ابراهيم فلذه كبدي دلوعه ثان حويرش يطقونه وراسي يشم الهواء. واخر عني، لا حد يمسكني، لا حد يمسكني. افا يا ذا العم، افا يا ذا العم. وين ولد حويرش ابوه؟ وين ولد الحلفيك؟ ما عاد اللاهي، ما عاد اللبن، ما عاد اللبن. انا جاي اللي جاي تلعب مع ابره، هجبني كل شوي قاعدي، كل شوي قاعدي. انا جاي جاي جاي. يسلمك يا عريف عابد، الدنيا تشيل وتحط فيني، وبعدين يعني من متبليني انا ولدي هذا بل ابوك يا قاب ولدك. اسمع عاد، اما عقلته ولدك ذا ترى بسلمه للاحداث. اي والله يطول عمرك. لا 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 الله يبارك فيك، لا تجينا احداث والله لا طقه لن يعض الارض، انا ربيه. خلاص ما دامك بتعذبه اجل تجي توقع فيده. واسمع عاد، اياني وياك اسمع شكوى من احد من كل مولدك ترى بحط كنت وياه في السجن. نعم الله يسلمكم ويخليكم امين يا مبارك. يعني نصير يعني رجال وننزل عقولنا للبزارين ونتصالح. شف انا ما سامحك الا لازم بشروط. يا رجال شروطك كلها مقبوله، اشرط. اي وافق له يا رشيد. وافق وافق وافق. الحين انتم وش علاقتكم؟ من قال لكم انه ما وافق؟ موافق موافق. الشرط الاول، شف اول تنزع الاسلحه لو بالقوه وخاصه النبيطه. موافق موافق. ثاني شرط، شوف نكتب معاهده عند اللواء قصدي العريف عابد، ها انك تسوي معاهده سلام. موافق. ثالث شيء، صوره من المعاهده تروح لحقوق الانسان. وانا اوديها، وانا اللي اوديها. موافق. ثالث شيء، ما عندي شيء. موافق. خلاص ما دامكم تصالحتوا واتفقتوا اجل تعال يا رشيد وقع فيذا على التعهد. تعال تعال وقع يا رشيد. وقع يا رشيد. يا مال الطارق. لك مبارك، بس لو انك ما تبع ليله والله انكم رجاجيل يوم كنت صالح. علينا يا زيد الله يرحم لي والديك، فداك السوسه يقولون مبدع
وانا فيني شيء يتقحوص، ودي اروح ارقص لي شوي رقصه. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، تشعل عمك، انت تدري اني انا ماني بظهر من ذا الدكان لين احس ان اهل الديره كلهم ناموا، والحين انا فاتح 24 ساعه لا تنسى الخدمه. هو اكبر يا شارع الهرم الحين ولا الشنز الزلزال ما تدري اني هايبر ولا صرت هايبر الحين ذا الديره ما في لها خمسه ما ادري سته. ايش تبي عاد ايش تبي؟ وعزوز وكلهم رقدوا. خلص علينا بس، خل نروح نرقص ونستانس وذاك نوسع صدرنا عند السوس. اخلص طف طف. قال له هايبر اصك احمد في بقالتك ما فيها الا صلصتين وتونه. اجل ها ومشغلنا فيها. شعلان يا اخوي ما دريت راسي ما يخالفش ورا كبار. سك المناك، شغل السياره وبسك الباب التالي. يا هلا الروح تعبانه جيبولي دكتور نفسيه، جيبولي دكتور نفسيه. طيب يا هلا الروح تعبانه ورا جيبولي دكتور نفسيه. جيبولي نعالك يا ولد. يلا تصبحون على خير. وين بتروح يا رشيد؟ صاير ديك تنوم المغرب. ابن الحلال احنا ورانا قومة صبح، انتم تنومون للظهر. يا جماعة الخير، باتر ها باتر العشاء علي، الحاضر يعلم الغايب. كفو ان شاء الله. كفو يا رشيد، اجل هذه استمارة مسابقة الحفايف محلولتن وقاضية. من اللي حلها؟ حلها ابو حمد ومديرنا الجديد. عز الله تمام. وعلى ما قال ترى النص بالنص. ما يخالف ايه. حق واجب. يلا عليكم صبحون على خير. صبحون على خير. تعبانة جيبوني دكتور نفسية، جيبوني دكتور نفسية. يا حليلك يا السوسة. أخوك السوسة هذا يبي يغطي على أبو نورة. والله شكله. تاركها مفتوحة. يا ابن الحلال كم بعد ديرتنا ما فيها أحد، كلهم ربعنا. سامع اللي سامع؟ إي. يا شيخة ومن اللي خارم ثوبك كذا؟ ما في غيره، مباريك مبارك راعي الطيور هو اللي مسويها. مبارك اللي سوى فيك كذا؟ هو اللي شق الدشداشة؟ لا يا بنت الحلال، حاط اللي تسلب سنها بحمار في وسط الموتر يوم ركبت بغى لو لحقني. يا ويلي حسيت قلبك يا شيخة، كان الحين زوجك صار كل الكلاب وضعت انا وتيتمت انا والولد اللي عندي واللي ببطني، وش لك فيه؟ حل مشكلتك معاه، انت لازم تحل المشكلة. لابدا، المعركة قامت ولا هدي لنا وري مباريك هذا من هو؟ رشيد بن حويرش. كل بنسوي؟ كلك ماري يا تال حويرش يا ابونا. ابوري عصافيره ولا دجاجه. اصبري عليهم ويجلس الخبر.
اخرتها رشيد بن حويرش يعضه كلب في ان ما خليت دجاجك ووران بك كلها فطيس باكل رشيد. ما خليت الدجاج وهي الارانب كلها فطيس ما اكل رشيد بن حويرش. سلام دجاج راح دجاج بعد الكال عندك عدل وش فيها رجال وش فيك وش دجاج دجاج سلامات دجاج جت ورجعت سمع اركض اركض رجال اركض اركض رجال رجال رشيد الرجال مطيب ومسعف هالشيء ورشيد ورسل مثل ما قال الجاهل يا رجال على جال خاطرك بس والله ما خليه والله ما خليه ابن الحلال لا تصدم مثل ما قرع السالفه اهدى اهدى لازم اثقك يا رجال اركض يا رجال اركض لا تصير مثل ما قال القاعد يا رجال اركض اركض لا تصير مثل ما قرع السالفه لبدل لبدل قولوا له رشيد بن حويرش لن يرضى ولن يرضى ولن يرضى حول ولا قوه الا بالله يا ابن الحلال اذبح ابي وجهي وخلك مثل ما قرع السالفه ابن الله مثل ما قال القايل ابد ابد قولوا له هذا مثل ما قال القايل وشد بعد لا لا يا جماعه انا من رايي انكم تصيرون مثل ما قال راعي السالفه بالضبط حول ولا قوه الا بالله يعني انت متعوذ من الشيطان وصاير مثل ما قال راعي السالفه لبدل 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 كبرياء آل حويرش لن يسمح الوالي والا الله يهديهم بس يا ابو حمد الظهر ان رحنا وجينا وصرنا مثل ما قال القايل أيوة. قم 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 يا ابو حمد قم 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 شاينا طاهر ذولي مثل ما قال راعي السالفه فهمت شاي مثل ما قال القايل لا انا اظن مثل ما قال راعي السالفه البزران مشاكل امراضيه يا رجال الورع ورع الرجال رجال على تعال بطل وش فيك يا رجال تشوف اللي انا شوف تعال تعال ولا انت ما قرع السالفه ما لهم يوم ولا يومين وقاموا يلعبون مع بعض مثل ما قال القايد عز الله ان اللي يحط عقله في عقل البزران ان عقله ناقص مثل ما قال راسه عز الله انك صادق يا رجال اقول وش رايك نروح نعلمهم انهم مثل ما قال القايد توكلنا عليه توكلنا ايش فيكم انتم يا شباب شوف الصغار شوف الصغار قاعدين يلعبون وانتم مثل ما قرع السالفه شوف استروا على وجهكم يلا سلم عليه سلم عليه سلم عليه
يلا يلا تعود انت باريك وش تحتري يا حبيبك يا رشيد والله انك غالي عندي. اما وش ذا هذا ولدك ولدك ولدي انا ها لبدان لبدان مو ولد اختي لو انها ولدي كان في جبهه كان صالك منا لا لا انت وياه انا ابني قال لك لا 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 ل